الابتزاز السياسي او للوصايه السياسيه وكيل النيابه الخصوصيه. دونك ماذا بيا نفهم سيادتي ماخذته المجلس التصرف اللي خذاه هل معراض هذه الاشتراكيه اللي وقع بيعها تاعها يقول لنا بيت يكون بمقابل او بدون الوراثة الازواج لابداع نتمكن وفق مقاربه قانونيه حقيقيه من الاستجابه الى بعد انتصاب الحمايه في التراب التونسي. واعتقد انه التاريخ عنده رمزيته وعنده بالروح الجديده نتاعو اللي هي اعتقد انها روح تستجيب تفعيل السلطه المحليه واتخاذ القرار على المستوى المحلي. لا انا قلت اللي راهو فما معناها تقدم طبعا وقت اللي فما تحقيق وفما احنا نسقوا ما بين الوزارات وزاره المراه ووزاره العدل واليوم ماهمش اطفال. هذا اللي حبيت ناكد عليه، هما ماهمش اطفال، هما اليوم بالغين، يعني يجب احترام معناها احترامهم، احترام معناها المعطيات الشخصيه نتاعهم، ووقت اللي هما يطالبوا باي اعانه والا بتعهد نفسي وقتها احنا موجودين. هو قانون حقيقه سيغير العقليات وسيغير السلوكيات معناها في المجتمع. احنا الهدف متاعنا هو هذا، لان هناك وللاسف تنامي ظاهره العنف بصفه عامه وظاهره العنف المسلط ضد المراه بصفه خاصه. احنا اللي لاحظناه اللي اليوم وقت اللي فما الاطفال يشوفوا الأمهاتهم يشوفوا أخواتهم يشوفوهم معناها معنفين، طبعا فما تولي ثقافة العنف، واللي لاحظناه اللي فما العنف ولا في كل الملاعب في المدرسة ولا الطريقة حتى من التعبير. لذلك القانون هذا شامل، فيه الجانب الوقائي، فيه جانب الحماية، وفيه جانب الردعي. الجانب الردعي هذايا هو مهم جدا في القوانين، على خاطر القانون كما فيهش معناها فيه انفلات من العقاب طبعا ما فماش تغيير السلوكيات، والقانون ماهوش مجعول باش نحطوا الناس في السجون، لكن لتغيير العقليات وخاصة تكريس الاحترام المتبادل بين المرأة والرجل، تكريس التوازن في المجتمع، وتكريس أيضا ثقافة العنف كما قلت. اليوم معناها أقل ما يمكن أن نطلب وتطلب المرأة هو الاحترام، يعني القانون هذا يكرس احترام كرامة المرأة سواء في الفضاء العام أو في الفضاء الأسري. احنا في تونس قمنا بدراسة في 2000 ما بين 2008 وحتى 2010، عندنا 47.6 من بالمئة من النساء تعرضنا لعنف خلال معناها السنة السابقة معناها للدراسة، ولقينا في دراسة زادة جديدة في 2015 اللي 53% من النساء تعرضن للعنف في الفضاء العام. يعني هذه الأرقام لا يمكن أن نسكت عنها، وخاصة أن التونسي وفي تونس هي معروفة معناها هي سباقة في حقوق المرأة. احنا سنة نحتفلوا ب60 سنة على مجلة الأحوال الشخصية اللي كرست معناها مبدأ المساواة في العائلة وكرست احترام المرأة. يعني هذا القانون هو إضافي وجاء معناها كمكسب للمرأة ولكن للمجتمع ككل.